قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فمن وجد في نفسه كسلا وهو يقوم إلى الصلاة حتى لو قام إلى الصلاة لكن يجد كسلا في نفسه وتثاقلا عن الصلاة فليعلم أنه على خطر عظيم، لأن المؤمن عكس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. المؤمن يفرح إذا جاء وقت الصلاة لأنه سيذهب لمناجاة ربه. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، كما تفرح إذا طرق بابك حبيب لك، طيب، أو أبوك أو أمك أو صديق أو اللي يكون تفرح بقدومه، كذلك يجب عليك أن تفرح إذا دخل وقت الصلاة لأنك ستناجي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عكس المنافق. وهنا ماذا قال عن المنافقين؟ قاموا كسالى يراؤون الناس، أي يشوفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به يوم القيامة. يعني الذي يتكلم ليسمع الناس كلامه حتى يثنون عليه، كذلك من يفعل شيئا حتى يراه الناس الله سبحانه يفضحه يوم القيامة، يسمع الناس به ويريهم أعماله سبحانه وتعالى، يفضحه بعكس نقيض عمله الذي كان يعمله في هذه الدنيا.